اذا مصر نجت عمان كانت دايما واخده جانب بعيد عن اللي بيحصل حواليها. فمين المتبقيين؟ مصر وسلطنه عمان. اذا هنا لما الاثنين دول يجتمعوا تفتكر هل هيكون كل النقاش الامور اللي بتتعرض علينا اللي هي اللي هي الخطابات الرسميه العلاقات الثنائيه كل ده جميل، لكن هناك جزء غير مرئي كبير قوي، وفي الزياره لعمان الغير مرئي اكبر من المرئي، وكل ما هو في هذه المثلث محيط الخليج من ايران لتركيا لليمن سيناقش في الثلاث ايام دول. ده يعني نقدر نعنون نقول ان الغير مرئي في مائده التفاوض في عمان بين الحاكمين السيسي قابوس الثلاثه دول ايران تركيا اليمن وكل ما بينه وكل ما بينهم مشاكل. تمام، بعد ثلاث ايام دول هتروح تقابل مين؟ حليفك الاول والضلع الرئيسي في ثوره 30 محمد بن زايد. الله ينور عليكي. اذا هنا يا مصر ايه وعمان ايه؟ مصر العقل الاستراتيجي في المنطقه، مش ببالغ برضه، هذا كلام غيرنا عشان ما حدش يقول ان انا بطبل لحد ولا منحاز لبلدي بزياده. انا بقول ايه اللي بيتقال من بره علينا، اذا كان بيتقال علينا لحد 2012 احنا الصخره، دلوقتي هي العقل الاستراتيجي في العقل المنطقة. الاستراتيجي جميل. الدوله المصريه الدوله 3/7 هي العقل الاستراتيجي بالظبط، الدوله اللي هي مستمره ثورتها، بس ثورتها مش مجرد حراك في الشارع زي ما غيره متخيل. مش كلام الصور. ما هو لما قال حفل ثوره كلام للاسف اهل الشر على طول نطوا، وعشان كده طلب التفويض الثاني. ده يقول لك ان الثوره ما زالت ثوره مستمره بشكلها بس بطريقه الدوله المصريه المنجزه اللي هي ثوره بناء تنميه، مش ثوره هدم، حمايه امنك القومي في اي نقطه في المنطقه.